عشان نطمن اكتر على الفنان هاني شاكر. معانا على الهاتف الاستاذ احمد رمضان المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، أهلا يعني بحضرتك. في البداية طمنا على حالة الفنان هاني شاكر. والله الحمد لله أحسن الحالة بتفتخر. هو الفترة اللي فاتت أجهد نفسه ما بين شغل النقابة وما بين إنه بيعمل أغاني الخاصة الجديدة بتاعته وما بين البروفات بتاعة دار الأوبرا، فكان الموضوع ليه أثر إجهاد كبير عليه جدا. فاما لقى نفسه تعبان وراح المستشفى، الدكتور قرر انه لازم يبقى تحت العنايه وتحت الملاحظه لمده 48 ساعه بس. هو الحمد لله احسن، وبنتمنى له الشفاء العاجل ويبقى في وسطينا في اقرب وقت باذن الله. يعني ممكن يخرج من المستشفى خلاص خلال 48 ساعة اللي جاية، ولا يخرج بس من باذن العناية الله. المركزة؟ يعني احنا لحد الان انه يخرج من العنايه بعد 48 ساعه، وباذن الله نتمنى له انه يخرج من المستشفى بشكل كامل. هل في الفترة الأخيرة كان بيعاني من أي مشكلة صحية؟ لا اطلاقا، بس هو زي ما تقول ما بين اجتماعات للنقابه لتشغيل الاعضاء طبقا للجائحه اللي حاصله، وان في تعطل كبير للموسيقيين، فاجتماعات هنا ويصحى الصبح وعنده استوديوهات بالليل، ويجي النقابه يعمل يجتمع بهيئه المكتب ويجتمع بالاعضاء، وما بين انه ينزل يروح الاستوديو وما بين انه ينزل يروح يعمل بروفاته عشان الحفله بتاعه. اكيد اجهاد كبير عليه، بنتمنى له الشفاء وباذن الله يبقى في وسطينا خلال ال 48 ساعه اللي جايه. هل هيرجع لنشاطه على طول إن شاء الله بعد ما يخرج من المستشفى ويرجع للحفلة دي مرة تانية، ولا لا هيوقف باذن شوية؟ ما اعتقدش انه وقف، لان هو بيلاقي سعادته في وسط جمهوره وفي وسط محبيه وفي وسط ناسه، فبنتمنى له الشفاء العاجل باذن الله. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، متحدث رسمي اشكر باسم نقابة الموسيقيين، بنشكر حضرتك على وجودك معانا وإنك طمنتنا على الفنان الكبير هاني شاكر. شكرا جزيلا اشكر لحضرتك. اشكر اشكر مع السلامه. شكرا جزيلا لكل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع، كنا معاكم في تغطية خاصة، وبالتأكيد هنتابع معاكم حالة الفنان الكبير هاني شاكر، وبنتمنى له السلامة دايما. شكرا ليكم وإلى اللقاء.